ثانيا، أي تفجير يكون قد وقع أو يمكن أن يقع أبعد الله ذلك من أي جهة كان مرفوض ومدان، وهو استخفاف صارخ بحرمة الإنسان، ولا مكان له من حرمة الدماء ومصلحة الوطن وسد أبواب الفتنة والخروج من الأزمة، ولا قبول على الإطلاق لأي أسلوب من أساليب العنف والعدوان. ثالثا، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويرتفع الغموض الذي يكتنف هذه الحوادث، وتعرف الجهة الجانية فتدانى بعينها، لا بد من لجنة تحقيق مستقلة محايدة تمام الحياد تنظر فيها وتعطي الرأي الموضوعي بشأنها والذي ينتهي إليه بها البحث النزيه المحايد. رابعاً، رأيي الثابت المتكرر والذي أجزم بأنه رأي الأخوة العلماء أنه لا استهداف أبداً للأنفس أو الممتلكات الخاصة أو العامة، وأن العدوانية في هذا الجانب من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات. رأينا لا عنف من أي طرف تجاه طرف آخر، لا عنف من الحكومة، لا عنف من الشعب، لا عنف من أي طرف ضد مواطن أو مقيم أو ضيف على هذا البلد، لا عنف ضد أي جنسية من الجنسيات، ضد كبير أو صغير. ولا أظن بأحد من أبناء الشعب ممن يأخذ برأي العلماء يمكن أن يعتدي على نفس أو مال عام أو خاص أمسي أو اليوم أو غدا. خامسا، التفجيرات الأخيرة المستهدف فيها عمال أبرياء وآسيويون يخدمون هذا البلد، وهم مستضعفون، وصفتهم الداخلية بأنهم لا ناقة لهم ولا جمل، وحقا إنهم لا ناقة لهم ولا جمل، واستهدافهم جريمة منكرة وظلم صارخ مدان دينا وعقلا وضميرا، ولا تبرره إلا أهداف سياسية دنيئة ساقطة لا تحسب لدين ولا ضمير ولا مصلحة وطن. ليس عندها حساب لدين ولا ضمير ولا مصلحة وطن. ومثل هذا الحادث يؤكد على الحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة، وأن ذلك ضرورة من ضرورات الوضع الأمني العام. سادساً، بين جداً أن مثل هذه الجريمة لجر الساحة في اتجاه العنف والأخذ بها إلى المجهول، وعلى الشعب ألا يستجيب لهذه التطلعات الشيطانية التي تضاعف من مأساة هذا الوطن وتغرقه في ويلات أشد وأفتك. ولقد أصابت الجمعيات السياسية الست في إعلانها الإدانة للعنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والتزامها باحترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وبالدعوة إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية في المطالبة بالحقوق واحترام حرمات الأنفس والأعراض والأموال. ويأتي هذا الإعلان منها تأكيداً على المنهج السلمي الذي التزمته في معارضتها. سحب الجنسية، أعلن سحب الجنسية من عدد من المواطنين الشرفاء الذين عرف من عدد منهم رأيهم السياسي المعارض لرأي الحكومة ونشاطهم السلمي في هذا الاتجاه. ومن هؤلاء آية الله الشيخ حسين نجاتي وآية الله الشيخ محمد سند. آية الله الشيخ محمد الشيخ حسين النجاتي وآية الله الشيخ محمد سند وسماحة السيد علوي البلادي
والنائبان السابقان جواد فيروز وجلال فيروز. ومعارضة الرأي بالرأي، ومعارضة الرأي إنما تكون بالرأي، ومقارعة الحجة إنما تكون بالحجة. ولا يعرف أن الرأي السياسي المعارض له عقوبة بسحب الجنسية أو ما هو أقل من ذلك بدرجات. وهذا ما تقوله كل المنظمات الحقوقية ومواثيق حقوق الإنسان. واللجوء إلى القوة وغلق أبواب الإصلاح وسد الطرق المفضية إليه لم يقدم حلاً لمشكلة من مشاكل الأوطان على الإطلاق، ويبقى الحل كل الحل في الإصلاح، والخير كل الخير في التعجيل به لا في إهماله وتسويفه. يبقى الإصلاح مطلب الحق والعدل، والضرورة التي لا تستقيم بدونها الحياة، والحاجة الملحة لاستقرار المجتمع، والشعار الذي لا يمكن أن يقبر، والنداء الذي لا يمكن أن يموت.